صوتي فرعدسها منهم انا مروه سنحة عضو ناشطه في جمعيه صوتي. حبينا اليوم من خلال ليفينمون هذه نكرموا شهدائنا الكرام اللي ماتوا جبل الشعامبي، ونحب من بلاصتي هذه نكرم كل شهيد ونقول لي الله يرحمك وموت في سبيل بلادك، وان شاء الله على دربكم انتم ان شاء الله تونس تولي بخير. شهيد يا 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 شهيد. التظاهرة هذه عملناها تأبين للشهداء ونوع من الاعتراف بالجميل، عملناها نحن كمجتمع مدني مع ناس انتماءات سياسية، بغض النظر عن الاختلافات الايديولوجية نتاع الناس الكل، حبينا نعترف بالجميل نتاع الناس هذوما اللي ضحت وعطت من دمها لتونس، وحبينا نوصلوا لهم ونقولوا لهم راهو الناس تمشي وتجي، ولكن انتم تبقوا ديما تاج فوق روسنا فوق راس التوانسة الكل، وراهو دمكم ما يتنساش طول ما علم تونسي رفرف الفوق، رانا ديما نشوف في لون دمكم. هو المحتوى عرض نتاع تصاور نتاع شهداء وبطريقه رمزيه معبره، وفما ورشات رسم تشوف في الاولاد قاعدين يخدموا فيهم، وفما عملنا الفاتحه وعملنا دقيقه صمت، ومازالت برشا حاجات اخرين ان شاء الله باش تشوفوهم من هنا لاخر العرض. أنا أسرار.